I started taking pictures of the square, of the crowds, of the vendors. Actually, I couldn't imagine what would happen to me in a few seconds. They made a very tight circle around me. They started moving their hands all over my body. They touched every inch of my body. They violated every inch of my body. I was so much traumatized, I was only screaming at the time. I couldn't even speak. I couldn't cry help. I was just screaming. العربية دي وقفت على شعري فهم استغلوا they took advantage يعني من ان انا دماغي ثابتة في الارض ومسكوا رجلي طلعوا رجلي قلبوني يعني رفعوا رجلي فوق وكانوا بيغتصبوا على كيفهم تماما ودي كانت لحظة قمة العجز انا اللي انا كنت فيه يعني في السنتين اللي فاتوا شفنا العديد من الاعتداءات الجماعية على المتظاهرات الموجودة في ميدان التحرير في وسط القاهرة. الاعتداءات دي بتحصل في غياب الشرطة وبتحصل من مجموعة كبيرة جدا من الرجال اللي بيعتدوا جنسيا على المتظاهرات وفي بعض الأحيان بيصل الاعتداء إلى الاغتصاب. اليوم ده متهيألي كان في حوالي 22-23 حالة، يعني قبل ما اصور على طول كان في 3 حالات بيحصلوا في نفس الوقت واحنا شايفينهم قدامنا. كانت حاجة مفزعة لأن احنا سامعين صريخ وشايفين الثلاث حالات في نفس الوقت وما عندناش أعداد كافية ننزلها تحمي البنات من المتطوعين، فكان وشايفين المتطوعين بتوعنا كمان بيتضربوا وبينزفوا وكده. الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء الجنسي والعنف ضد المرأة أدى إلى وضع يشعر فيه المعتدي أنه لن يحاسب، وذلك يؤدي إلى تصاعد الظاهرة وكثرة الاعتداءات. في نفس الوقت نلاقي أن هناك العديد من المبادرات من قبل النشطاء والمجتمع المدني بسبب إخفاق الدولة في توفير الحماية للمرأة والمحاسبة لجرائم العنف ضد المرأة. I don't have so much confidence in the legal system, in the judicial system in Egypt, because it goes in a very, very strange and ambiguous way. And I'm not very confident that I will get really some justice. التحرش الجنسي أصبح جزء من الحياة اليومية للمرأة في الشوارع المصرية. حكومات متتالية عمرها ما تعاملت مع الملف ده بجدية، وده أدى للوضع أن المجتمع أصبح يتقبل التحرش، أصبح يلوم الضحية، يتحدث عن لبس المرأة أو طريقة مشيها برغم وعدم الاعتراف أن ده اعتداء، أن دي جريمة وجريمة واعتداء على حق المرأة في الخصوصية، حق المرأة في التعبير، حقها أنها تمشي في الشارع بدون أي مضايقات أو اعتداءات. هي ظاهرة شغالة في كل حتة، أي بنت تبقى ماشية في الشارع معرضة أنها يحصل لها كده يعني يوميا، مش بيبقى قليل خالص، بيبقى كتير جدا. كعادة مش مستحبة، يعني هو حاجة غلط، بس يعني هم اللي بيخلونا نعمل كده من طريقة لبسهم ومن طريقة مشيتهم وكل حاجة، يعني هم اللي بيدفعوا الشعب المصري ان هو يعمل كده. هي حصلت لي كذا مرة، بس طبعا ساعات بيبقى ليه مش رد فعل، ان بخاف من رد فعل الولد اللي قدامي، بخاف كمان ان الناس اللي حواليا ما تقفش معايا. ان احنا عندنا تاريخ من القمع وعلاقه سيئه بيننا وبين الشرطه، رجاله وستات كانوا بيخافوا يروحوا الشرطه. كان كل السنين اللي فاتت ممكن يبقى في بنت او ست واحده بتتكلم كل 7 شهور كل سنه، دلوقتي بقى الاعداد اكبر، يعني اكبر كتير. ان الناس قعدت تتكلم، ستات وستات وبنات قعدوا يفضفضوا، اللي ما عرفش ان هو يطلع او اتكسف ان هو يطلع قدام كاميرا فضفض على التواصل الاجتماعي في الفيسبوك او التويتر، وده في حد ذاته احنا محتاجين نزق دي. حتى رد فعل الناس المتلقيين لده اتغير. وحيد اننا ما نقعدش نشوف اعتداءات جنسية جماعية تانية في المستقبل، وأن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة للتعامل مع الملف ده. وإرادة سياسية يعني ليس فقط أن يكون هناك شق جنائي، أن يكون هناك محاسبة حقيقية كردع للمسؤولين عن الاعتداءات، ولكن أيضا النظر إلى دور الإعلام، دور المؤسسات التربوية، دور المؤسسات الدينية،
هو أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات واستراتيجية وطنية لتنفيذ كل هذه التوصيات في السنين اللي جاية، لأن غير كده هنشوف ضحايا تاني وتاني وتاني.